لسه حاطين له سؤال للم دي. الكارديو اونكولوجي صحيح، هو موضوع فعلا موضوع شيق وانترستنج وعاملين عليه فعلا سكوب الجايد لاينز يعني. اتفضل استاذ دكتور شرف. شكرا شكرا دكتور حسام. والله الدكتور علي قاسم لما كان بيتكلم ان هو فوجئ ان المؤتمر من يوم الاثنين خمس ايام، هو يعني حسام تعرف حضرتك متربي عندنا يعني في سوهاج، فالمؤتمر بتاعنا اربع ايام، فهو حسام بيعلي علينا يعني. يعني التلميذ بيتفوق على استاذ زي ما بيقول يعني. زي ما قلنا دكتور حسام، فعلا الموضوع يعني فعلا محتاج ان احنا نتكلم فيه كتير، اللي هو الانكولوجي في الكارديولوجي. القصه الحقيقه بنعرفها ان احنا في امبروفمنت حاليا في الاوتكم بتاع العيانين الكانسر، بمعنى ان احنا في حاجات بتوصل السيرفايفل ريت دلوقتي لحد 99%. يعني الكيرف زي ما شايفين حضراتكم اللي هم بيسموهم دلوقتي كانسر سيرفايفرز، دول ابتدى الليفل بتاعهم يزيد في السنين الاخيره. بس للاسف موضوع الكارديو توكسيستي مع النيو دراجز فور تريتمنت اوف كانسر خل شايفين ماشي عكس الكيرف بتاع السيرفايفر بتاع الكانسرز. يعني انا مش معقول ان انا هعمل لهم امبروفمنت للسيرفايفر من الكانسر وموتهم بالقلب، فهي القضيه حاليا قضيه مهمه جدا. في انكريز في النمبر اوف البيشنتس المالجنن اللي عندهم كانسر، وفي انكريز في وفي ابديت كل يوم في الدراجز اللي انا هتكلم عليها بريفلي الحقيقه في المانجمنت اوف كانسر، اللي هم بيسموهم اميون موديوليتورز او بيسموهم شيك بوينت انهبيتورز. الشيك بوينتس دي هي النقطه اللي هي بتمنع الاميون سيستم ان هو ياكل جسم البني ادم، بيسموهم يعني الاميون سيستم ده ديفنس ميكانيزم. ففي حاجه بريكس في فرامل بيسموهم تشيك بوينتر، اللي هم الناس اللي هم الحاجات اللي هي بتمنع ان الاميون سيستم اتاك الاون سيلف. الادويه اللي طالعه دي دلوقتي اسمهم اميون تشيك بوينت انهبيتورز، بتمنع القصه دي. فعشان خاطر الاميون سيستم بتاعنا يبتدي يتعامل مع المالجنانت سيلز، لان المالجنانت سيلز بتحاول تتخبى منه، بتبتدي تقوي الاكشن بتاع الاميون سيستم، التي لينفوسايتس ميموري سيلز، الانتيجين بريزنتنج سيلز، هم دول اهم حاجه في الاميون سيستم عشان خاطر يقدر يقاوم المالجنسي. التشيك بوينت انهبيتورز دي دراجز دي بيزيكالي تيك البريكس اوف ذا اميون سيستم. هنا خلاص هتروح تشيل الفرامل عشان الاميون سيستم يخش على المالجنانت سيلز ويشيلها من يبتدي يعمل لها فاجوسايتوزس ويبتدي يتخلص منها. الريستور الهوت سيل اميونيتي اجينست الكانسر سيلز دي هي اسمها تشيك بوينت انهبيتورز، ودول ده الايفولوشن اللي حصل في الكانسر تريتمنت. بس للاسف ان ليهم سايد افكتس طبعا. 70% من السايد اكس دي الحقيقه كنترولبل، ولكن 30% منهم اغلبهم الكاردياك سايد افكتس بتاعت التشيك بوينت انهبيتورز دول اغلبها بتبقى ان ذا فورم اوف انفلتريشن للتي لينفوسايتس، اللي هي بتنشط قوي لما اعمل لها لما اديها الادويه دي عشان تبتدي تهاجم المالجنانت سيلز، تبتدي تهاجم الميوكارديوم ويحصل مايوكاردايتس، وفي نفس الوقت بتنكريز الاثيروسكلروتيك بروسيس ويحصل انكريز في الاثيروسكلروز. دول التو مين ميكانيزمز اللي بيشتغلوا بيهم على الهارت. السايد افكتس بتظهر اساسا ان ذا فورم اوف مايوكارديتس، وبتظهر ان ذا فورم اوف انكريز الاثيروسكلروزس او الستيبل، بتحول العيان الستيبل لان ستيبل. ده خلى في افكار ان انا ادي ادويه تاني مساعده اتقلل البروسيس اوف انفلاميشن دي اللي بتحصل نتيجه لل الهايبر اكتيفيتي اوف ذا اميون سيستم. ده بيؤدي الى تي سيل انفلتريشن انفلاميشن. عشان اقلل ده بفكر في استخدمه الكولشيسين، وجاب ريزلتس كويسه، وحاجه اسمها كانيكونوماب ده انترليوكين 1 بي انهبيتور. دول لقوا ليهم بينيفيشال افكت في ريدكشن اوف انفلاميشن، وبالتالي decrease the process of the atherosclerosis اللي بتسببها الأدوية الحديثة اللي بتعالج الكانسر.
زي ما شايفين حضراتكم أنا عايز أوريكم القصة طبعاً ببساطة. أنا مش هخش في الكلام ده لأن لسه المحاضرة طويلة الحقيقة. السيفرال ميكانيزمز اللي هي بتشتغل بيها القصة دي وتزود بيها البروسيس أوف ذا أثيروسكلروزيس، زي ما شايفين حضراتكم إن التي سيلز دي هي اللي بتعمل أكتيفيشن، فتبتدي يحصل الإكسترا LDL تاخدها وتتحول للفوم سيلز وتبتدي تزود البليك أريا ويحصل فيها نيكروزس وتحول البليك الستيبل لي أنستيبل بليك. ودي الحقيقة قصة يعني أنا بس حبيت أن أنا أدي هنت عنها في الأول خالص عشان أعرف ليه البروسيس أوف أثيروسكلروزيس بتزيد في العيانين دول. ده اللي خلى يبقى فيه تفكير ان احنا ممكن الكوليسترول ريدكشن ده في حد ذاته في العيانين دول ممكن يبقى بينيفيشال ان هو يقلل الانفلاميشن، وده خلى الناس تفكر ان هم يستخدموا السيرابي في الـ الـ عشان يقلل البروسيس اوف الرابيد اثيروسكلروز بيحصل مع الانتي كانسر تريتمنت. يعني هنا الستاديز قالت ان الدراجز دي اللي هي التشيك بوينت انهيبيتورز الحقيقه اسوشيتد فور فولد انكريز في البروسيس اوف ذا اثيروسكلروزيس، وتزود الكارديو فاسكولار ايفنت 7 مرات في العيانين اللي بياخدوا الادويه دي. الليبيد لورنج الستاتينز والبي سي اس كي 9 انهيبيتورز استخدموهم كادويه الحقيقه جابت ريزلتس كويسه قوي فان هي قللت الانفلاميشن وفي نفس الوقت قللت البروسيس اوف ذا اثيروسكلروزيس في العيانين دول اللي هم عندهم بروجريشن اوف اثيروسكلروزيس عشان بياخدوا الادويه دي. الفولو اب بتاع العيانين دول انا مش يعني عايزين نتطرق لحاجات معينه. اول حاجه في العيانين دول لازم تعمل لهم ريسك ستراتيفيكيشن كويس، لازم تشوف العيان ده low risk ولا moderate risk ولا high risk for the development of cardiovascular disease. ده اللي بيعتمد عليه how to follow up these patients. العيانين دول احيانا الهاي ريسك بعمل لهم follow up up to 5 years رغم ان العيان كويس، بس انا لمدة 5 سنين بعد ما بيخلص الجرعة بتاعته لانه high risk patient. هقول لكم ايه هم الهاي ريسك بيشنتس دول، بضطر ان انا اعمل لهم فولو اب لمده 5 سنين بعد ما خلص الجرعه الكيماوي بتاعته او جرعه الراديشن بتاعه عشان اسيرش فور ايرلي كارديو فاسكولار ديزيز واعمل له بريفنشن. اول ما بيجي العيان لازم اشوف الايج والسكس بتاعه والبريفيوس كارديو فاسكولار ديزيز، لان مش طبيعي ان العيان اللي عنده بريفيوس كارديو فاسكولار ديزيز هو اكتر ناس عرضه ان يجي لهم كارديو فاسكولار ديزيز مع الدراجز دي. واللايف ستايل اعمل له لايف ستايل موديفيكيشنز مهمه جدا طبعا خلاص، وبعمل اي سي جي والترانس ثراسيك ايكو والكاردياك تروبونينز. دول اهم الحاجات اللي انا بحتاج اعملها في العيانين دول في الايرلي خالص، اي سي جي وايكو والكاردياك تروبونينز والبري بي ان بي البرو بي ان بي عشان خاطر اعمل اسسمنت اف الزيرس هارت فيلير ولا لا. بقسم العيان دول لاسيمتوماتيك وسيمتوماتيك. في عيانين كتير بيقول لنا اسيمتوماتيك والاجكشن فراكشن بتاعه بنفاجئ ان هو اقل من 40% بعد ما خدوا الكيمو ثيرابي المذكور، وده هيخليني على طول احطهم انهم هاي ريسك بيشنتس. الحاجات المهمه الايكو زي ما قلنا، الاي سي جي، البرو بي ام بي والكاردياك تروبونينز فور فول اب اوف ذيس بيشنتس. طبعا الايس انهيبيتورز از ان امبورتنت دراج لازم استخدمه فيري ايرلي في العيانين دول عشان هو اللي بيقلل لي. بيقول لك ان انت لو ما لحقتش العيان ده في اول 6 شهور الايس انهيبيتورز بتبقى ان افكتيف. لا، اول ما العيان ده يتشخص لازم يبتدي على طول في الايس انهيبيتورز على طول. اكتر دراج الحقيقه بيعمل لنا اسيمتوماتيك مايلد ما بنكشفوش غير بالايكو اللي هو ترانسدوزوماب، يعني طبعا دي الادويه دي اللي بيعرفوها بتوع الاورام. عشان كده لازم يبقى في تواصل بين دكتور الكارديولوجي ودكتور الاورام، لان لازم يعرف ايه هو الدواء اللي بياخده، هل ممكن انا اعمل شيفت على دواء تاني او ان انا اغير الدراج اللي بيتاخد. الانسر سايكلين من اكتر الحاجات اللي بتعمل مشاكل كتيره للقلب. الكونتينيويشن لللونج تيرم ميديكيشنز اغلب العيانين بيحتاجوا بعد ما يتشخصوا حتى بعد ما يتحسن انه يمشي فور لايف على تريتمنت. قليلين العيانين اللي هم
بيتحولوا الكومبليت لنورمال ايكو، وده الحاله الوحيده اللي تمنع ان العيان ان انا امشي طول عمره بعد كده على الدراجز. من الدراجز المشهوره طبعا الدوكسوروبيسين، الحقيقه اكتر من 250 ده بيخلي العيان هاي ريسك على طول، او الناس اللي بياخدوا هاي دوز راديو ثيرابي او الاثنين ساعات مع بعض بياخدوهم، دول اكتر ناس عرضه ان هم يتعرضوا للهاي ريسك وان هم يبقوا عندهم مشاكل في الكارديو فاسكولار نتيجه للتريتمنت. الايس والاي ار بيز والبيتا بلوكرز كلاس 1 في العيانين دول بيتاخدوا فور تريتمنت اوف هارت فيلير. قلنا مجموعه قليله من العيانين اللي هم بيضطروا بنوقف معاهم الادويه لان هم حصل لهم كومبليت امبروفمنت. الكرونري ارتري ديزيز والاثيروسكليروزس الحقيقه بنشوفهم افتر راديشن ثيرابي. احنا الراديشن ثيرابي اغلبنا مش في دماغه، احنا بنركز اكتر على الكيمو ثيرابي، ولكن الراديشن ثيرابي من احد اهم اسباب اللي بتيجي بعدها بفترات طويله، يعني بعد 5 سنين أو 10 سنين يجي العيان عنده ادفانسد اثيروسكليروزس. الاثيروسكليروزس بتاع الراديشن ثيرابي الحقيقه اكتر العيانين اللي بياخدوا عندهم هودجكن ونون هودجكن وبياخدوا اكس راي على التشيست، فدول بيؤدي في الاخر لكرونري ارتري ديزيز وفالفولار هارت ديزيز زي ما هشوفه بعد كده. العيانين دول الحقيقه الكابج فيهم صعب جدا عشان يفتح ويبتدي ومليان ادهيجنز ويحط جرافتات صعب، فالبي سي اي هي اللي في تشويس فور تريتمنت في العيانين اللي عندهم اثيروسكليروزس نتيجه للراديشن ثيرابي عشان الكابج بيبقى عندهم صعب قوي. من الحاجات المهمه برده سيس بلاتين اللي هما الحاجات اللي معتمده على البلاتينيوم في التريتمنت، ودول بتبقى في العيانين عندهم تستيكولار كانسر الحقيقه، وبتزود الانسيدنس اوف كرونري ارتري ديزيز حوالي 7 أضعاف في العيانين دول. الفالفولار هارت ديزيز بتحصل في الراديشن تريتمنت، بتبقى فالفولار افكشن، بتبقى الفالف ديسترويد وفي ريجيرج والاورتيك اكتر يمكن من الميترال، ومن الحاجات الريكومندد فيها ان هنعمل له تافي احسن ما يعمل اوبن هارت ويعمل اورتيك فالف ريبليسمنت. البريكارديا كومبليكيشنز مشهوره مع الانثروسايكلين، الاكيوت بريكارديتس، الكرونيك بريكارديا ديزيز اللي هو كونستريكتيف بريكارديتس مشهوره قوي مع الراديشن ثيرابي، والفولو اب تو 5 ييرز ايكو حتى في العينين الاسيمتوماتيك بس هاي ريسك اللي هم خدوا هاي دوز من الراديشن، مهم قوي ان انا اتابعهم بالايكو اتليست انيولي عشان اقدر احدد هل في ايرلي اسسمنت العيانين دول من الكومبليكيشنز البريكارديال ديزيز. الاريزميا مشهوره، الاريزميا المشهوره طبعا هو الهارت بلوك، ولكن برضو ممكن يحصل اريز من الهارت يحصلها فايبروزس وتؤدي لسوبرا فنتريكولار وفنتريكولار اريزميا. البالمونر هايبرتنشن كومون قوي سبيشالي مع الراديشن تريتمنت. الامرجنسيز اللي بتحصل كتير بريكارديال تامبونات، سوبيرو فينا كافا ثرومبوزس، من الهايبر فيسكوستي سندروم، البالمونر امبوليزم، الشوك سواء العيان بياخد كيمو او راديو ثيرابي، لو لقيت كاردياك ماس لازم اشوف دي ثرومبس ولا فيجيتيشن. العيانين دول لايبل للانفكتيف اندوكاردايتس بشكل كبير، وفي نفس الوقت لايبل فور ان هم ثرومبوزس لان العيانين دول عندهم هايبر كواجول ستيتس. ممكن احتاج ان انا اعمل ترايل اوف انتي كواجوليشن لو العيان ما قدرش ما حصلهوش ريسبونس والبلاد كلتشر بتاعته بوزيتيف افكر في الانفكتيف اندوكاردايتس. الحمد لله ان اغلب التيومرز دي بتبقى بناين اللي موجوده في الهارت وده الديستريبيوشن بتاعها. البريكارديتس الكاردياك تامبونات دي ايمرجنسي سيتويشن مشهوره بالبيكس تراياد اللي هو لو بلاد بريشر ومافلد هارت ساوندز وانكريس في الجاجولار فينز. ده اشكال اللي بنشوفها بعد موست اوف ذا هيوج بريكارديال فيوجنز، ده غالبا بيطلع مالجنسي او كومبليكيشن للتريتمنت بتاع المالجنسي، وطبعا بيحتاجوا ايرجنت انترفيرنس، ممكن يحتاجوا ميوكاردياكتومي، ممكن يحتاجوا بعد ما نعمل اسبريشن ان احنا نحقن انتي سايتوتوكسيك ايجنتس عشان اقلل الريكيرنس اوف افيوجنز. السوبيرو فينا كيفا سندروم من الحاجات الفيري ديستريسنج الحقيقه بنشوفها مع المالجنسي، ودي بتحتاج فعلا ل انتي كواجوليشن، وممكن احتاج ان انا اركب ستنت في سوبيرو فينا كيفا، وممكن نحتاج للسيرجيكال انترفيرنس، الاسترويدز، الدايوريتكس، الانتي كواجوليشن. ومن الحاجات المشهوره برضو الهايبر فيسكوستي ستيت زي المالتيبل مايلوما، ودي بنحتاج طبعا ساعات ان انا اعمل
الترا فلتريشن، وان انا ادي انتي كواجوليشن وعالج التريتمنت البلمونري امبوليزم. مشكله طبعا الثرومبولايسيس في العيانين دول بتوع البلمونري فيري ديفيكلت، لان العيانين دول كلهم بيبقوا عندهم ميتاستاسيس في البرين وكده، والانتركرينيال هيموريج كومون. عشان كده الثرومبولايسيس يمكن كونترا انديكيتد في اغلب العيانين اللي بيجوا دول، ممكن يحتاجوا لكاستر بيزد تريتمنت. دي كلها كومبليكيشنز ممكن تحصل للعيان المالجنانت من التريتمنت ومن الديزيز اتسلف. والحقيقه اتس فيري ديستريسنج بيشنت، الحقيقه محتاج جود فولو اب، محتاج كونكشن بين الدكتور بتاع الاورام وبين الدكتور بتاع القلب. لازم يبقى عارف ايه الدواء، الدواء ده لا ده فيري هازاردس، وانا عندي هارت فيلير لا لازم اغير الاستراتيجي اوف تريتمنت، لازم انتي فيلير تريتمنت. كل الانتي فيلير مانجمنت في العيانين دول شود بي جايد لاين بيست، زي العيانين العاديين بتوع الهارت فيلير بياخدوا الفور بيلرز بتوع التريتمنت. وشكرا.